اثناء الامتحانات ماما عامله الصينيه مرصوصه عليها السندوتشات ومعاها كوبايه الشاي بلبن او كوبايه الكاكاو او كوبايه نسكافيه او ايا كان الحاجه اللي هي بتتقدم. ايه يتاكل امتى واخر وقت للاكل عشان التحصيل؟ يعني احنا قلنا نبعد بقى عن البشاميل والمحاشي والحاجات التقيله بتاعه الاعياد ورمضان وعيد الفطر وعيد القيامه والفسيخ والرنجه والكلام ده. والمهم ان احنا نكون صراحه مع إيه نفسنا. انت وازاي؟ ما انا هقول لحضرتك يعني انا كطالب لازم اكون صريح مع نفسي، واكيد الام عندها سنس اصلا للموضوع ده لان هو الطالب عاده بيبقى جعان ما تفهمش ليه يعني كنوع من الهروب برضو من المذاكره، ففجاه بتلاقيه جعان زي الناس اللي بتجوع بالليل كفراغ. ده جانب نفسي فعلا والله. فهي اكيد عندها السنسور اللي يعرفها فعلا ان ابنها في الوقت ده هو فعلا خلاص بقى يعني بيقولوا ان هو جعان، يعني معناه ان هو فعلا جعان. تنظيم الوقت للاكل ده مهم جدا. الفطار ده مقدس ده لينا كلنا على فكره. الفطار ده بالنسبه لي هو الترس اللي بيشغل الحرق الصحيح والسليم للجسم طول اليوم. تمام. يعني حتى يوقف الاكل امتى؟ قبل النوم؟ قبل النوم قد ايه؟ لا مش هنتكلم قبل النوم، احنا هنتكلم من اول الصبح. لازم يبقى فيه فطار وفطار صحي قبل ما ينزل الامتحان، وجبه متكامله دي ما فيهاش كلام. يعني ماكسيموم الساعه 9 يكون فطران. ده اقصى وقت يكون فطران فيه. تمام. الوقت بقى اللي هو بيذاكر فيه المفروض ان هو ما يذاكرش زي ما نقوله هو جعان. ليه بقى؟ ده مش افتراء مننا، لكن هو العلم بيقول كده، ان المفروض الواحد وهو جعان كل الاكسجين بيبقى عنده متجه لتفكير مختلف تمام. طيب ولا اول ما ياكل يبقى بيذاكر، لان كل الاكسجين اللي موجود في الجسم بيتجه بدل ما للمخ فهو للمعده. اصل احنا مش آلة يعني. تمام. بس فبالتالي ما ينفعش ان احنا نبقى بناكل واحنا بنذاكر. احاول ان انا قدر الامكان اتناول زي ما قلت اتخلل بالفواكه، دي مهمه جدا. فواكه ما تبقاش بعد الاكل لان انا بفقد كل الفيتامينز الموجوده فيها، دي عاده خاطئه على جدا. ساعه مثلا اللي هي متخلله ما بين الوجبات، ده المفروض اللي هو الصح. ما عدا التفاح، يعني التفاح ماكلوش مثلا بعد الساعه 7 8 لان ده من المنقذات الشديده جدا. التفاحه الواحده بتعادل 4 فناجين قهوه. تمام. فما ينفعش ان انا اخد الفاكهه مثلا بالليل. تمام. زائد ان الميه الفريش دي مهمه جدا بالنسبه له ليل ونهار، دي من اهم مضادات الاكتئاب، من اهم الحاجات اللي بتعمل سيوله للفيتامينز الموجوده جوه الجسم، بتعلي معدل التركيز، مهمه جدا جدا للكل. تمام.